واسمحوا لي هنا أخرج على النص، لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثارها لا تسقط بالتقادم. الأزمات وأثارها لا تسقط بالتقادم، وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان إحنا يعني متواجدين في ظل ظروف صعبة بتمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها. عشان كده بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، ولكن هو آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية لما نستطيع أن نتجاوزها، ولكن يبقى بعد ذلك إن دي يبقى تاريخ عندنا. أنا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي احنا موجودين فيها، وأقول لكم إن احنا في مصر في أحداث 2011 و12 هقول أرقام، الأرقام دي كاشفة. أنا مش هتكلم على 13 و14 و15 و17 لغاية ما نحن فيه الآن، لكن أنا بذكرها دلوقتي. يمكن حد يقول هو سياقها ليه؟ أنت بتتكلم في المواضيع دي ليه؟ أنا بتكلم في أسباب ما نحن فيه، بوصف حالنا اللي احنا محتاجين دايما نتذكره ونعرف ما الأسباب. الأزمة الكبيرة مش اللي موجودين احنا فيها دلوقتي، اللي تعرضت عليها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث، ليه هي كده؟ وما نزعلش من الكلام ده، لكن هقول لكم على أقل في 2011 و12 الأرقام دي هو حجم الخسائر اللي تعرضت لها الدولة المصرية خلال فترة أقل من 24 شهر. أنا هتكلم على يعني مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، وكان ساعتها الجنيه أو الدولار ساعتها ب 8 جنيه، يعني ممكن نقول إن الخسائر دي كانت 10 مليار دولار. أنا عايز أقول لكم لما يكون في خسائر زي كده تحدث لدولة أثارها ما بتنتهيش، يعني إنها إيه؟ جه حد جديد تولى مسؤولية البلد، اللي فات مات. لا، اللي فات ما ماتش. اللي فات ده متراكم وله آثار، ولازم نبقى عارفين الكلام ده كويس في كل الموضوعات اللي هتكلم فيها النهارده. لما أقول النهارده إن في 2013 و14 لغاية 17 الدولة المصرية الجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمدة 84 شهر عشان الإرهاب. الكلام ده ما حدش ذكره قبل كده وما اتكلمناش فيه قبل كده، لكن انا بتكلم فيه دلوقتي عشان مش كشف حساب. هو مش كشف حساب، هو محاوله مننا لإلقاء الضوء حقيقه على واقعنا وعلى الاثار اللي بتترتب على اي اجراء نعمله ونتكلم فيه. وان بعضنا من غير ما يقصد يوم يذكر موضوعات ويتكلم فيها وهو لا يدرك حقيقه الواقع. والمشكلة الكبيرة في إن التوصيف قد يكون مش متكامل.